لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل، تجاوز لهم الكثير من الزلل، وأفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام، فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته، وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثر إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هدي إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. ثم أما بعد، يقول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. وهذا شيء يعني مطمئن، وشراك النعل هو رباط الحذاء أو الصندل، ولكن الأخطر قوله صلى الله عليه وسلم: والنار مثل ذلك. فيقول الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، قال: والنار مثل ذلك. وأشار إلى هذا المعنى القرآن الكريم، فقال عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال من زحزح، كأنه قريب من الجنة وقريب من النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وسأل أحد الصحابة الكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فاهتمام الإنسان بما يوصل إلى الجنة وما يقرب من الجنة ويبعد عن النار، ينبغي أن يكون هذا الأمر نصب عيني العبد، أن الجنة ليست يعني شيئا يسيرا ولا هينا. يقول الله عز وجل في حديث قدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا يمكن الإنسان أن يتصور ما في الجنة. الإنسان يمكن أن يتصور شيء وقع تحت حواسه، وكل وما في الجنة يعني ليس في الجنة أو في الدنيا شيء ما في الجنة إلا الأسماء. ليس الخمر كالخمر ولا العنب كالعنب، ولكن هو للتقريب، يعني الله جل يعني يقرب لنا ما في الجنة، ولكن في الجنة فوق ما يخطر بالبال أو يدور بالخيال. يقول ابن القيم رحمه الله: وكيف يقدر قدر دار خلقها الله بيده وجعلها مقرا لأحبابه، وجعل فيها الخير بحذافيره، ونزهها من كل عيب ونقص وآفة. فإن سألت عن أرضها فالمسك والزعفران، وإن سألت عن سقفها فعرش الرحمن، وإن سألت عن أبنيتها فلبنة من ذهب ولبنة من فضة، وإن سألت عن أشجارها فما فيها شجرة إلا وساقها من ذهب أو فضة لا من الحطب والخشب، وإن سألت عن أنهارها فأنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصف. فهذه الجنة
ولذلك يعني ينبغي أن يضحى بكل شيء من أجل وصول الجنة. قد يكون الإنسان في منصب مثلا، وهذا المنصب يعني فيه اختلاط مع النساء أو يتعرض للرشا أو فتن، نقول له ضحي بهذا المنصب لا تضحي بالجنة. فقد ورد في صحيح القصر النبوي أن ملكا من ملوك بني إسرائيل كان يتعبد على بيت المقدس، فذكر ذنوبا فتدلى بسبب، سبب يعني حبل، وترك السبب وهام على وجهه، فوجد ناسا يلبنون يصنعون اللبن، طوب اللبن، فلبن معهم. ثم سمع به ملك آخر فطلبه ففر منه، فهرول خلفه حتى أدركه وسأله عن قصته فأخبره، فقال لعلي أفعل كما فعلت. وترك الملك الآخر الملك وصار يلبنان بالنهار ويتعبدان لله عز وجل بالليل. فنقول الإنسان يضحي بأي عمل إذا كان هذا العمل يقربه من النار ويبعده عن الجنة. أيضا يضحي بأي أرض إذا كان لا يجد فيها قلبه أو لا يستطيع أن يتقي الله عز وجل فيها. ففي قصة الرجل من بني إسرائيل الذي قتل 100 نفس وسأل عن أعلى بأهل الأرض فدل على عالم، فقال له قتلت 100 نفس هل لي من توبة؟ قال نعم، وما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ثم قال له أنت بأرض سوء، يدل على أن السبب في هذه المعاصي الأرض التي يسكنها، فيها جرأة على الدماء، فيها قرناء سوء. قال فاذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها أناسا يتعبدون لله عز وجل فاعبد الله معهم. كان رجل صادق في طلب التوبة فترك الأرض السيئة وقصد الأرض الطيبة، فمات في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب تقول قتل 100 نفس، ملائكة الرحمة تقول أتى تائبا. وأرسل الله عز وجل إليهم ملكا في صورة رجل، فقال لهم قيسوا بينه وبين الأرض الطيبة وبينه وبين الأرض الخبيثة، فوجدوه أقرب إلى الأرض الطيبة. وفي بعض الروايات أنه لما نزل به الموت ناء بصدره فرمى بنفسه ناحية الأرض الطيبة، وفي بعضها يعني أن الله عز وجل أمر الأرض الطيبة أن تقترب، الأرض الخبيثة أن تبتعد، لأن الله عز وجل سبقت رحمته غضبه. فهذا مثال لمن ترك الأرض طلبا للتوبة. أيضا لو إنسان له زوجة تحضه على يعني الحرام مثلا، أو تعق بينه وبين طاعة الله عز وجل، نقول له لا تضحي بالجنة من أجلها، بل ضحي بها من أجل الجنة. لو له صديق بيدفعه إلى الفساد وإلى الإفساد، فنقول ضحي بهذا الصديق لا تضحي بالجنة. فالجنة لا يضحى بها من أجل يعني أي شيء، لأنها لا يمكن أن تعوض. يعني من فاز فهو الفوز العظيم، ومن خسر فهو الخسران المبين. فكيف كان السلف يتسابقون في الخيرات، وكيف كانوا يواصلون الليل والنهار بطاعة الملك الغفار عز وجل؟ يعني ما كفتهم الدنيا في طاعة الله عز وجل. فهذا ثابت البناني ملقب بالأعمش كان يدعو يقول يا رب إن أذنت لأحد أن يصلي في قبره فأذن لي. ما كفتهم الدنيا في طاعة الله عز وجل، وما كفتهم الدنيا في البكاء على أنفسهم. فكان يزيد الرقاشي يبكي ويقول يا يزيد من يبكي بعدك لك، من يترضى ربك عنك. ودخلوا على الجنيد وكان في النزع وكان يصلي، فقال له الآن، قال الآن تطوى صحيفتي. ودخلوا على أبي بكر الناشري وكان في النزع وكان صائما، فقالوا اشرب قليلا من الماء، قال حتى تغرب الشمس، قال حتى تغرب الشمس. بكى أحد السلف عند موته فسئل عن سبب بكائه، فقال أبكي لأن يصوم الصائمون ولست فيهم، ويصلي المصلون ولست فيهم، أي يصومون تطوعا ويصلون تطوعا، فهو يبكي لأنه يفارق الدنيا فيصوم الصائمون وليس هو فيهم، ويصلي المصلون وليس هو فيهم. وبكى أحدهم عند موته فسئل عن سبب بكائه، فقال إنما يتقبل الله من المتقين فما أنعاه على كثير من العاملين. أين وصفك من هذه الأوصاف؟ أين شجرة الزيتون من شجر الصفصاف؟ لقد قام القوم وقعدت وجدوا في الجد وهزلت، ما بيننا وبين القوم إلا كما بين اليقظة والنوم، لا تعرضن بذكرنا في ذكرهم، ليس السليم إذا مشى كالمقعد. يا ديار الأحباب أين السكان؟
يا منازل العارفين أين الخطان، يا أطلال الوجد أين البنيان، أماكن تعبدهم باكية ومواطن خلواتهم لفقدهم شاكية، زال التعب وبقي الأجر، ذهب ليل النصب وطلع الفجر، إن كنت تنوح يا حمام الباني للبين فأين شاهد الأحزان، أشفانك للدموع أم أشفاني، لا يقبل مدعي بلا برهان. وإنما ينطبق علينا قول القائل يا من إذا تشبه بالصالحين فهو عنهم متباعد، وإذا تشبه بالمذنبين فحاله وحالهم واحد، يا من يسمع ما يلين الجوامد وطرفه جامد وقلبه أقسى من الجامد. إذا ذكر السلف افتضحنا، شوف أحوال العلماء أحوال السلف نبكي على أنفسنا. فالحسن البصري يقول أدركت أقواما وخلطت طوائف، ما كانوا يفرحون بشيء من الدنيا أقبل، ولا يسفون على شيء منها أدبر، ولا هي كانت في أعينهم أهون من التراب، ولقد كان الواحد منهم يعيش 50 سنة أو 60 سنة لم يطوى له ثوب، ولم يوضع بينه وبين الأرض شيئا، ولا أمر من في بيته بصنع الطعام قط، فإذا كان الليل فقيام على أقدامهم، يفترشون وجوههم، تجري دموعهم على خدودهم، يناجون ربهم في فكاك رقابهم، فإذا فعلوا حسنة دأبوا في شكرها ورجوا الله أن يقبلها منهم، وإذا فعلوا سيئة أحزنتهم ورجوا الله أن يغفرها لهم، فوالله ما سلموا من الذنوب ولولا مغفرة الله ما نجوا. ويقول من يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم سادات الصالحين، فلم أرى اليوم شيئا يشبههم، كانوا يصبحون شعثا صفرا غبرا بين أعينهم أمثال ركب المعز، قد باتوا سجدا وقياما يراوحون بين جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا تمادوا كما يميد الشجر يوم الريح، وهملت أعينهم بالدموع، فوالله لكأني بالقوم باتوا غافلين، فما رؤي ضحكا حتى ضربه ابن ملجم. يقول من رأى سفيان الثوري كنا إذا جلسنا إلى سفيان كأن النار قد أحاطت بنا لما نرى من خوفه وجزعه. ويقول من رأى الحسن البصري كان إذا أقبل فكأنما أقبل من دفن حميمه، وإذا جلس فكأنه أسير أمر بقطع رقبته، وإذا ذكرت النار فكأنها لم تخلق إلا له. فنحن قطعا لسنا من الصالحين، ولكن إحنا في رمضان وخاصة هذه الأيام العشر نتشبه بالصالحين، ولعل الله جل يمن علينا ونصير بعد رمضان من الصالحين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.